هو قائد أصحاب النبي بعد الإمام علي، يعني الإمام علي هو قائد الجيش كله، لكن عمار بن ياسر كان أصحاب النبي معه لا يسلك واديا من أودية صفين إلا تبعوه كأنه لهم علم. فماذا كان يقول في معاوية؟ كان يقول: والله ما أسلم هؤلاء ولكن استسلموا حتى وجدوا على الحق أعوانا. هذا مروي عن عمار بسند صحيح، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد. نعم. إلا سعد بن حذيفة بن اليمان قال لا يعرفه. وسعد بن حذيفة بن اليمان تابعي جليل ثقة كبير، وهو ابن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. فهذا الرأي في معاوية، وفي أمثاله في عمرو بن العاص أيضا قال عمار بن ياسر: والله لقد قاتلت صاحب هذه الراية 3 مرات وأنا مع رسول الله، والله ما موقفه هذا بأبر ولا أتقى. تناقص هذا الرأي البدري وأصبح أقل في آراء التابعين أن تمكت وعدم محاولة عدم إثارة الدواء حتى لا يتعرضوا لما تعرض له حجر بن عدي في أقل من هذا. ثم بدأ مع العهد المرواني أيضا يتناقص مع في عهد بن أمية زراعة أرضية فكرية تبرئ هؤلاء، ولا توجد، يعني أصبحنا لا نجد اتهامهم إلا عند خواص من أهل العلم، خواصنا التابعين يصح عنهم. وأبيدت أتى التيار الحنبلي، فأصبح التيار الحنبلي يأمر بإبادة جميع الأحاديث التي تتعرض لمعاوية، صحت أو لم تصح، أهم شيء معاوية يجب أن يبرأ. والخلال كتب، وهو جامع عقائد أحمد، في كتابه السنة، يقصد بها سنة أحمد وليس سنة رسول الله، كتب بابا عن عقائد أحمد من ضمن عقائد الإمام أحمد رحمه الله وسامحه، أنه كل حديث في ما يخص، يعني يجب أن تبعد أو أن يضرب على جميع الأحاديث التي تتناول أحد من الصحابة بشيء. وأحمد طبق هذا المنهج في مسنده، فأصبح إذا أتى حديث لا أشبع الله بطنه يذكر أول الحديث ويبتر هذا الحديث. وكذلك إذا روى حديث عبادة بن الصامت أصبح يذكر أول الحديث في خلافه مع عثمان ويحذف آخر الحديث، وهو قول عبادة: والله إن معاوية لمنهم، يعني من أمراء السوء الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان إذا وصلت الفتنة بالإمام أحمد، وهو من هو في ورعه وعبادته، إذا وصلت به الفتنة إلى أنه يرى أن له الحق أن يحذف من كلام النبي أي شيء يعني يقع في معاوية، فكيف تريد بالمجموعة الوعاظ والحمقى والمساكين الذين أتوا من بعد؟ هذه فتنة عجيبة، لابد أن نتنبه بأن ذم معاوية كان أصيلا في الصحابة، يعني الصحابة كانوا يذمون معاوية ويتهمونه بالنفاق على الأقل، أو بأنه لم يسلم أصلا كما رأي عمار بن ياسر، نعم. أو بأنه استسلم. ثم مع الزمن ومع تكالب الدول ثم تكالب الثقافات أدى إلى يعني تقريبا كأن ذمه غريب، كأنه أصبح غريبا. فلذلك أيضا من أسباب ذلك تخفي معاوية، لأن كان معه ليس جميع جيش أهل الشام كانوا سيئين، كان هناك متدينون أمثال شرحبيل بن الصمت الكندي، كان رجلا متدينا فلبس عليه معاوية وأحضر له شهود زور بأن الإمام علي قتل عثمان، وكان من شهود الزور حابس بن سعد الطائي وأيضا بسر بن أبي أرطأ ومجموعة، أقنعوا شرحبيل بن الصمت بهذا. فلذلك لا بد أن يتخفى معاوية ولا يظهر إلا للناس، ولا يعرفه إلا الكبار من أصحاب النبي أمثال عمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب وعبيد بن الصامت وأبو ذر الغفاري، هؤلاء فقط من الكبار هم الذين يعرفون نفاقه، أما عامة الصحابة والتابعين فلن يعرفوا. تفضل، كأنك تريد أن تسأل. نعم، لا فضل الشيخ، يبدو أن وقت البرنامج